متابعينا ومتابعي موقع بصراحة في كل مكان، بنرحب بيكم هنا في بث مباشر جديد من داخل مدينة الباجور بمحافظة المنوفية. طبعا مبادرة كلنا واحد اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودة هنا داخل مدينة الباجور. زي ما انتم شايفين الإقبال عليها شديد جدا، وخصوصا على اللحمة اللي قدام حضراتكم. اللحمة ديت لحمة بناتي بلدي طازة، الكيلو فيها ب 230 جنيه. طبعا الهدف من المبادرة هو محاربة الغلاء والتخفيف على أعباء المواطنين. زي ما انتم شايفين إقبال شديد هنا داخل الشادر اللي احنا موجودين فيه ده. يعني المواطنين هنا طبعا موجودين بشكل كبير عشان يستفادوا من المبادرة اللي أطلقها طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما انتم شايفين اللحمة اللي قدامكم دي لحمة بلدي بناتي بلدي طازة، طبعا الكيلو فيها 230 جنيه. يعني طبعا نظرا للغلاء اللي احنا بنعاني فيه دلوقتي، يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق المبادره ديت اللي هي مبادره كلنا واحد للتخفيف على اعباء المواطن. زي ما انتم شايفين اقبال كبير هنا داخل المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. زحمة كبيرة طبعا بيشهدها هنا المكان يوميا منذ انطلاق المبادرة. زي ما انتم شايفين موجود طبعا جميع انواع المستلزمات اللي بيحتاجها المواطن، حتى زي ما انتم شايفين زحمة كبيرة بيشهدها المكان هنا يوميا. دلوقتي طبعا احنا بنصور اللحمة اللي قدام حضراتكم ديت اللحمة البناتي البلدي، الكيلو فيها ب 230 جنيه زي ما هو متعلق في اليافطة بالظبط. ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، عالدار 51 جنيه يا باشا. زي ما انتم شايفين اعزائي متابعي موقع بصراحه مبادره كلنا واحد الموجوده هنا في مدينه الباجور بمحافظه المنوفيه. طبعا من ضمن الحاجه اللي موجوده فيها هي اللحمه البلدي اللي قدام حضراتكم، الكيلو فيها 230 جنيه. اقبال شديد طبعا هنا من المواطنين على شراء اللحمه البلدي اللي قدام حضراتكم دي. الله ينور يا باشا. عليك يا باشا. اللحمه دي نوعها ايه بقى؟ بلدي يا باشا، عقول بقر. بلدي عقول بقر. عقول بقر بلدي. الكيلو فيها 230 جنيه بس. 230. اللحمه دي، اللحمه دي بره ممكن الكيلو فيها يوصل لكام؟ 320 جنيه بره. انا شايف ما شاء الله زحمه كبيره وجبال. عايزين نخليها تاكل لحمه، شوف الناس عامله ازاي على الرز. الغلبان ياكل لحمه والفقير ياكل لحمه، كل المواطنين تاكل كل لحمه. على قد تبقى البيتر لنجزر بقى العرب النص الي، واخد بالك؟ وانا مواصلات وكل حاجه، لحم سرخانه وبعد اذنك مكرم على احترامي ليك، لحم صخوره بقري وجاموس في السرخانه بمجزر بقى العرب. وده الخطمه يعني مكشوف عليها، واللي بيشتري يشتري وهو مطمن. تحت اشراف الطب البيتري وجاده الدكتور نصر مدير المجزر بقى العرب. خش بقى هو احنا بقى اهوت ومعاه الصلاه على النبي الصلاه على السلام. باليوم اهوت يوم الخيط اهوت يوم ثلاثه، يوم النهارده الاثنين بعلامة ثلاثه. رقم ده رقم سير 30 جنيه. لحمه ب 230 جنيه، لحمه بلدي فريش ما شاء الله. الاقبال زحمه كبيره جدا الحمد لله. بلد ده لحم بلدي فريش 230 جنيه يوميا بيتم ذبيح اللحمه دي يوميا
وما بنزعلش حد ولا بنحطش ديني مثلا ولا بنستغل حد ولا اي حاجه. 230 جنيه ميزان كفايه حلال. ولحم البقري فريش ب 230 يوم. 230 مبادره يعني زي ما انتم شايفين اقبال شديد هنا على شراء اللحمه البلدي. الكيلو فيها 230 جنيه ضمن مبادره طبعا كلنا واحد اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما انتم شايفين زحمه كبيره هنا بيشهدها المكان يوميا. يقول الحاج عبد الفتاح يبيعها ب 100. اسمع اسمع صوره ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل ان شاء الله. بتقول للرئيس يعزك تقول له ايه؟ ازيك يا حاج؟ بس كله بيع اللحمه للناس الغلابه للناس اللي زي امك يا حاج عبد الفتاح. حتى ب 120 تبقى حلوه. طب ب 150 تبقى حلوه؟ لا ب 120 ان شاء الله. واحده واحده بس دلوقتي انت بتحب الريس؟ طبعا ابنها حبيب وابن حبيب الحاج عبد الفتاح السيسي عمل معايا عمرتين والله والله. اول ما نزل مره كان رئيس السعوديه ميت ومره كان في مؤتمر هناك. ما شاء الله ما شاء الله. صدفه حلوه. انت قابلتيه قبل كده؟ لا ده انا نفسي اتقابل. انا عايز اروح عشان يطلعني. يقول لك ابن حبيبي الحاج عبد الفتاح. عايز اطلع حجه يا حبيب قلبي. عايز اختمها بحجه يا قلب امك. طلعني حجه. ربنا يديك الصحه يا حاج. ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المتابعين بصراحه الناس هنا كلها فرحانه. الناس هنا كلها جايه عشان تستغل طبعا المبادره اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الكيلو اللحمه بيوصل فيها ال 230 جنيه. زي ما انتم شايفين زحمه كبيره بيشهدها هنا المكان على مدار اليوم. يعني ده غير طبعا المواد الغذائيه. يعني عاوزين نقول لكم المكان هنا فيه زحمه كبيره. بنشكركم اعزائي متابعي موقع بصراحه على المتابعه والى اللقاء في لايف جديد.